انا شايف ان الدوله واقفه مع نادي الزمالك، مش ضد نادي الزمالك، شايف ان بيتم تصدير رسائل كلها مغلوطه من السوشيال ميديا لجمهور نادي الزمالك والشباب نادي الزمالك، وده نتيجه ايه؟ ان المجموعه السابقه الرئيس السابق والاثنين اللي معاه الولدين، الولد الكبير والولد الوسطاني، لا يزالوا متحكمين ولا يزالوا مسيطرين بالكامل على السوشيال ميديا بتاعه نادي الزمالك. تصدير الاكاذيب لجمهور نادي الزمالك هو الخطر الحقيقي دلوقتي على نادي الزمالك.